مهرجانات القلعة والوادي شهدت أنشطة وفعاليات متنوعة من رياضية وفنية وعروض كشفية ودريفت للسيارات، وافتتح معرض التراث والحرف اليدوية ومنتجات المرأة الريفية في بلدة الحواش بريف حمص الغربي. اليوم عندنا فعاليات مختلفة نوعا ما، عندنا سباق دراجات هوائية، عندنا مهرجان للكشافة، كل فرق كشافة قرى الوادي مشاركة معنا، في عندنا افتتاح لمعرض المهن التراثية بالحواش، وبعد عنا حفل فني بساحة كفرة. اليوم عنا سباق دراجات مسير، هو مانو سباق، مشتركي فيه كل الفعاليات بحمص، وعنا بالمهرجان كرة طائرة، كرة قدم، كرة سلة، حاولنا ننشر الألعاب بكافة مناطق الوادي. الحقيقة نحن حبينا نشارك بفعاليات مهرجان القلعة والوادي بحوالي 17 مشروع من النساء الريفيات، فإجوا شاركوا، بس كان الهدف هو الحقيقة التعريف بالمنتج الريفي للمحافظة من مناطق مختلفة. الحقيقة هالأجواء بتعطينا فرح وبتعطينا سرور وبنحس بالحياة، والأجمل منها أنه هالمغتربين وهالناس الضيوف حاسينهم في فرحة بقلوبهم، ومشان هيك عم تنعكس علينا وسعادتنا. مهرجان حلو للوادي، وأهل الوادي بيلبق له الفرح، وإن شاء الله دائما بكل أيامنا فرح وخير لكل سوريا. مغتربة بالسويد، وبحب كل سنة أجي لهون لحتى هون ريحة بلدي بتضل غير شيء، وسوريا هي بلدي الأولى، ولو شو ما صار وكل اللي نحن بدنا نجي وبدنا ندعم بلادنا، وبدعي لكل المغتربين يجوا ويشوفوا الأجواء الحلوة اللي عم تصير عنا هون بسوريا. أنشطة مهرجانات القلعة والوادي مستمرة حتى نهاية شهر تموز الحالي وسط طبيعة خلابة، مع تميز الفعاليات بالطابع التراثي ما يعكس حضارة الشعب السوري المتمسك بأرضه وأصالته والمحب للحياة والسلام. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.